حظر للتجوال في عموم محافظة الأنبار كباقي المحافظات العراقية، وحملات واسعة لتعفير المدن. تأتي هذه الإجراءات في ظل انتشار فيروس كورونا وخشية وصوله إلى الأنبار. تقرر فرض حظر التجوال من يوم الثلاثاء مساء إلى يوم السبت لغرض التخفيف من حدة هذا المرض. الحمد لله محافظة الأنبار خالية من هذا الوباء. اليوم نحن في قضاء الفلوجة لتعفير بالتعاون مع صحة الأنبار والدفاع المدني والدوائر الساندها لتعفير قضاء الفلوجة، ويوم غد إن شاء الله سوف نقوم بتعفير قضاء القرمة وثم قضاء الخالدية حفاظا على أرواح وسلامة أبناء محافظة الأنبار. تم توزيع الفرق الصحية، فرق رش وتعفير للمدينة بالتكاتف مع جميع الدوائر الحكومية الموجودة في المدينة، فرق ثانية لفحص الوافدين المدينة عند جميع المداخل في مدينة الفلوجة محافظة الأنبار، وتم توزيع الفرق الأخرى هي فرق الاستجابة السريعة على كافة المناطق في حالة ظهور أي طارئ أو أي إصابة يشتبه بها. ستقوم اللجان الصحية بالتوجه إليه فورا واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة. إغلاق مداخل الأنبار وقرار حظر التجوال دفع بعض التجار لمحاولة زيادة أسعار البضائع، إلا أن محاولاتهم قوبلت بردع من الحكومة المحلية. كان هناك ارتفاع بسيط في عدد من المواد الغذائية بالذات الخضار. قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الرادعة والقوية لهؤلاء ضعاف النفوس وتجار الأزمات. لن نسمح لهم بالسيطرة أو الإخلال بالأمن العام من خلال رفع الأسعار المواد الغذائية. بعد الاتفاق مع قيادات العمليات بالذات سيطرة الصقور، قيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات الأنبار، سيكون هناك تسهيل لحركة مرور بالذات المواد الغذائية وكذلك المشتقات النفطية. يعني بعد توجيهات خلية الأزمة في محافظة الأنبار اليوم كمواطنين يعني غلقنا المحلات وأغلب العوائل في مدينة الفلوجة والمواطنين داخل البيوت، يعني اليوم إجراءات خلية الأزمة في مدينة الفلوجة وعموم محافظة الأنبار إن شاء الله إجراء سليم، ونتمنى تقديم أفضل إجرائيا يعني للحد من ظاهرة انتشار وباء كورونا في محافظة الأنبار عموما. وتؤكد صحة الأنبار أن المحافظة ما زالت خالية إلى الآن من وباء كورونا، وكل الإجراءات المتخذة احترازية. من الفلوجة نورس عامر، قناة الرشيد.